تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس. ورفع رئيس مجلس النواب إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة أسمى آيات الشكر والعرفان على اهتمام ومتابعة جلالته الدائمين لأعمال مجلس النواب التي يحظى بهما المجلس من جلالته بهدف تحقيق ما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين وشعبها الكريم. وأشاد معالي بدعم ورعاية جلالته الكريمة لهذا الصرح الديمقراطي العريق الذي يعد أحد ثمار مشروع جلالته الإصلاحي، مؤكدا لجلالته تجديد العهد بأننا سنظل أوفياء لجلالته ولهذا الوطن المعطاء، ساعين إلى تحقيق الرفعة والرقي لهذا الوطن الغالي وأبنائه الكرام.